هالحكي معقول ما يكون عنده وقت لحتى يستقبل مرته وابنه؟ رايح اشوف شو القصة. خلينا ننزل نسبح. بخصوص بابلو إسكوبار، طلع تاجر مخدرات غني كتير ومعروف بميديلين، بس هو عامل حاله تاجر عادي. يسعد أوقات كل الموجودين ببوغوتا. ظاهرة، ومع كل الحب والتقدير بقدم له تحياتي. ولهالسبب بدي اياكم تكونوا واقفين معي كلكم يا حضرات. تقصد اللي عملته مع السنيورة نيلي؟ بس انت كمان ما قصرتها. اهتمامكم بمستقبل كولومبيا